أحب هذه القبعة. ارتدينا ثيابكن بسرعة. ما رأيك بالثوب الجديد هذا يا كاترين؟ ألا ترين أنه لا يناسبني وليس مشكلة؟ ما الذي تعنين؟ هل المشكلة إذن في جسمي؟ طبعا، فأنت بدينة وجميع الأثواب لا تناسبك أبدا. تستطيعين النظر إلى المرآة لتعلمي أن بدانتك هي السبب الوحيد الذي يعطي ثوبك مظهرا غير لائق. تقولين ذلك لأنني أجمل منك، أليس كذلك أيتها الغيور؟ أنت المغرورة. بل أنت المغرورة. يكفي. ساندريلا، 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 أسرعي، هيا تعالي إلى هنا. وأخيرا أتيتي. كم من الوقت سأنتظر تشريفك؟ قولي لي أيتها المغفلة، كم ستبقى هذه الأزهار الذابلة هنا؟ هذا إهمال. آسفة. هناك أزهار جميلة تنبت في الغابة قرب الساقية. ها؟ وليس من الصعب عليك قطفها من هناك. أنت لا تقومين بعملك كما يجب. أنا؟ أتمنى لكن رحلة موفقة. هذه فرصتك للراحة. لا، لا أعتقد، علي الذهاب إلى الغابة. لكن جانيت لن تطلب منك أن تقطفي الأزهار. بيلوس، ألا تعلم أن ذلك الكلام كان بمنزلة الأمر؟ في حال عدنا ولم يجدنا الورود فإن ساندريلا ستوضع. هيا بنا لنذهب، فالجو جميل جدا. النبيل شجاع حقا. أحسنت يا أليكس، أنت لست على ما يرام. لم أكن أتصور أن النبيل سيهزم. سيد النبيل، في أثناء القتال عليك أن تركز تفكيرك جيدا، فذلك يساعد في التغلب على الخصم الذي يواجهه. ومن أنت؟ اسمح لي أيها النبيل أن أقدم لك الأستاذ كانديس، إنه مدرب ممتاز على السلاح وهو تحت تصرفك الآن. تشرفت بمعرفتك يا سيدي، لكن هل تسمح بأن نتبارز قليلا حتى أعرف مدى قدرتك على القتال؟ حسنا، إذن أنا جاهز. تشجع أيها النبيل، انتبه. هذا مدهش، أحسنت. أنا في خدمتك يا سيدي. سيدي النبيل، هل أنت بخير؟ اطمئني. أرى أن إيزابيل ابنة زارال مهتمة كثيرا بشارل، ألا تلاحظ هذا؟ إنها تلاحقه من مكان إلى آخر مثل ظله. النبيل مبارز ماهر، لا أعلم كيف سمح لذلك الشخص بالتغلب عليه، لا أحب أن أراه مهزوما. يبدو أن إيزابيل معجبة بك. سمعت أن والدها زارال يخطط كي يتزوج منها، لكنني لا أفكر الآن في هذا الأمر. مرحبا يا سيدي، أنا تومسون الأستاذ الجديد، مهمتي هي تدريسك المواد التي تحتاج إليها. تحت تصرفك يا سيدي. أخبرني يا زارال، أين السيد هانز؟ سيدي النبيل، لم يخبرك أحد أن والدك اتخذ قرارا بإبعاد السيد هانز نهائيا عن القلعة؟ لكن ما سبب هذا القرار؟ في الآونة الأخيرة بدأ السيد هانز يعاني بعض المشكلات الصحية، وقد وجد أنه غير قادر على متابعة العمل. لا تقلق يا سيدي، فمدرب السلاح والأستاذ تومسون من خيرة أساتذة المدينة. السيد هانز مريض، لكنه كان يبدو بصحة جيدة ولم يظهر عليه أي مرض. إذا لم يعجبك أستاذك ومدربك الجديدان فيمكننا الاستغناء عنهما. لا، لا داعي لهذا. هذا أنت يا أليكس؟ أهلا بك، كيف حالك يا عزيزي؟ أنا بخير، أرسلني إليك النبيل شارل وقد بعث لك هذه الهدية مع تمنياته لك بالشفاء العاجل. ماذا؟ شفاء عاجل؟ صحتي ممتازة، انظر إلي، واحد اثنان، هبلا لا هبلا هبلا لا هبلا. أنا لا أفهم شيئا. ماذا جرى يا أليكس؟
صحة السيد هانز ما تزال ممتازة جدا يا شارل، لكن زارال هو الذي طرده دون أي سبب محدد. ولكن لماذا طرده زارال علما أنه يعد من أفضل الأساتذة؟ زارال يخفي شيئا يا أليكس، علي أن أكتشفه. هذا صحيح. زارال، ترى إلى أين يذهب متخفيا؟ انتظر يا شارل. لا أتبعه. احذر يا شارل وانتبه على نفسك. ما أطيب مذاق هذا الماء. ما هذا؟ ورود. كم هي جميلة هذه الوردة، زادتك جمالا. حقا إنك جميلة جدا. بدرلا، اكتشفت مكانا تنمو فيه أزهار جميلة. هيا اتبعوني سأضعكم على الطريق. مكان بديع ورائحة ذكية. هذا الأمر ليس مضحكا، شوكة الوردة مؤلمة. تعلم أن الورود الجميلة تحمي نفسها بهذه الأشواك؟ أنت جميلة مثل الوردة وليس لديك أشواك. كم أنت لطيف، أشكرك على هذا الإطراء. دائما يسبقنا بعبارات الإطراء مثل الوردة. ما هذا؟ يشبه الشعر أليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون هو؟ ما رأيك يا بيلوس؟ سأتأكد. ماذا وجدت؟ لقد أصبت يا ساندريلا، إنه شارل حقا. ماذا؟ ترى ما هو السبب الذي يجعله يعد وراء رجل؟ ربما سرق منه شيئا، من يعلم؟ نعم هذا ممكن، ومن المحتمل أن يكون الأمر مجرد مغامرة جديدة، فشارل لديه أفكار غريبة. لكنني أرجو أن لا يصاب بسوء. ما رأيك أن نلحق به؟ أهلا بك. هناك من يلاحقني، أرسل رجالك. اذهب
وأنتما اذهبا معه. حاضر يا سيدي. ساندريلا انظر هناك، انه شارل وقد هجمته عصابة. هيا احسنتي، لا ترفعوا أصواتكم يا أصدقاء فقد يسمعوننا. نعم شوشو معها حق. لنذهب بسرعة. إذن سنأخذها حتى يأتي ذلك الشاب. أرجوكم اتركوني، أريد الذهاب. إيلوت، إيلوت سيستيقظ، أرجوك اذهب بسرعة، ساندريلا في خطر. ماذا؟ ساندريلا في خطر؟ أين هي؟ لقد أخذها الأشرار إلى مقرهم. ماذا سنفعل؟ سنذهب إلى هناك. لا نستطيع مساعدتها فنحن ضعفاء، يجب علينا أن نأتي بمن يساعدنا. نعم لكن من الذي يمكنه أن يساعدنا الآن؟ ما رأيكم في البحث عن شارل؟ موافق، ثم نقوم جميعا بالهجوم على المنزل. أعتقد أننا سوف نهزمهم. كيف الوضع في قصر الحاكم؟ لا تخف، فكل شيء يسير الآن بحسب الخطة تماما. مدرب السلاح والأستاذ أصبحا من رجالي، لا أحد يستطيع أن يمنعني من تحقيق مشروعي الكبير، فقط علينا الانتظار. اتركني، اتركني، إنك تؤلمني. اخرسي. من هذه الفتاة؟ هرب الفتى الذي كان يمتطي الحصان، فقبضنا على هذه الفتاة، هي التي ساعدته في الهروب، سنسجنها حتى يعود ذلك الفتى لإنقاذها. إلهي، يبدو أن هؤلاء الرجال لصوص أشرار، علي أن أفعل شيئا حتى أخرج من هنا. هل يمكن لأحد أن يتسلل إلى هذا المكان؟ هذا المنزل بعيد عن جميع الطرقات ولا أحد يعلم بوجوده، في حال جاء أحد فلن يخرج من هنا حيا أبدا. لذلك أنا أثق بك. ما هي أخبار النبيل؟ إنني أخطط لتزويجه من ابنتي إيزابيل. هذا مدهش، أنت تجيد حبك المؤامرات يا صديقي، وسيصبح النبيل لعبة في أيدينا. بالطبع، فالقلعة والمدينة وكل شيء سيصبح تحت سيطرتي، ولن أنساك يا صديقي، وسأكافئك جيدا. أنت مخلص. والآن علي الذهاب. الحاكم؟ النبيل؟ إذن فهم يتآمرون على حاكم القلعة. يا إلهي هذا فظيع، يجب أن أفعل شيئا. أتساءل من ساعدني؟ تعبت، هذا هو. هاي
هيا بنا ولنطلب منه مساعدة ساندريلا. هيا بنا. ألست أنت صديقة ساندريلا؟ الآن فهمت، ساندريلا هي التي دفعت بالصخور من الأعلى، ولكن أين هي؟ يرمي سلاحك أيها الفتاة. شارل اتركها، أنت تبحث عن المتاعب، افعل ما قلته لك. هيا. ماذا تنتظر؟ ألا تريد أن تنقذ حياة هذه الفتاة؟ سأفعل ما تريد. علينا مساعدتهما. ماذا نستطيع أن نفعل؟ لنفكر جيدا. تانجو تعال معي حالا. شوشو انتظريني. إلى أين تذهبان؟ ماذا قررت؟ أهرب يا شار. هيا هيا روبي بسرعة. أسرع يا ساندريلا، أنا مقيدة. لم أكن واثقة بأنني سأخرج حية. ها هذا حذاؤك. خلعته كي أريح رجلي. أشكرك لأنك أنقذتني. عليك أن تشكري أصدقائك. شارل أنا سعيدة لأنك تغلبت على أولئك المتآمرين ضد الحاكم. متآمرون؟ إنهم يريدون الاستيلاء على المدينة. عندما كنت سجينة سمعتهم يتحدثون عن مؤامرة ضد الحاكم وابنه. من الممكن أن يكون الحديث عن حاكم آخر في مدينة أخرى وليس عن حاكمنا ومدينتنا. سأتوخى الحذر. نعم عليك القيام بواجبك كمواطن في هذا البلد، لكن لماذا تتحدث وكأنك الحاكم أو ابنه؟ تعجبني شجاعتك. عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المدينة علينا أن نقوم بواجبنا. نعم علينا أن ندافع عن مدينتنا وعن جبالها وسهولها وبيوتها أيضا. ورودا رائعة، إنها جميلة جدا. فعلا إنها رائعة، جمالها ينسيني تعبي. لقد برهنت اليوم على ذوقك الرفيع يا ساندريلا. شكرا لك يا خالتي، أشكرك. هكذا إذن يا بيلوس، تعرضت ساندريلا اليوم لمتاعب كبيرة. لا تقلق يا سيدتي، فأنا دافعت عنها. لكنك لم تكن وحدك، أنا أيضا خاطرت بحياتي كلها. وأنا أيضا ساعدتها، وأنا عملت ما بوسعي. بتعاونكم جميعا نجحتم في مساعدة ساندريلا، فكما تعلمون بالاتحاد قوة وبالتفرقة ضعف. أحسنتم جميعا. بيلوس، شوف عنكم بابي، تعالوا إلي يا أصدقائي.